السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، نحن الحمد لله في الروضة الشريفة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، وهذه ولله الحمد هي الروضة. وأريكم إن شاء الله هذا المنبر، منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ها هو، وهذه هي الروضة الشريفة. إخواني الكرام، هذا الأخ عبد الحق، هذا الأخ شعيب، وهذا بيت النبي عليه الصلاة والسلام، وهنا القبر، هنا قبر النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجهة، في هذه الجهة قبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذه هي الروضة الشريفة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة، أسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمكم من الصلاة فيها إن شاء الله. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لله. وهنا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذه الجهة، هذه الجهة، وهنا الناس يسلمون على النبي عليه الصلاة والسلام، وسنسلم عليه إن شاء الله، سنخرج ونسلم عليه بإذن الله. وهنا هنا السلام على الرسول عليه الصلاة والسلام، وهنا قبر الرسول عليه السلام. سأريكم إن شاء الله قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، وقبر أبو بكر، وقبر عمر رضي الله عنه. هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا قبر الرسول عليه الصلاة والسلام. السلام عليك يا رسول الله، أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة. وهذا أمام هذه الفتحات الاثنين، قبر أبو بكر رضي الله عنه وقبر عمر. السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا عمر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني الكرام، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يحرمكم من هذا المكان، أسأل الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.